معنا عبر الهاتف من محافظة اللاذقية أسرار حداد، وهي المسؤول الإعلامي في جمعية موزيك. صباح الخير ويعطيكم العافية. صباح النور ويعطيكم ألف عافية، وحمد على سلامة الجميع. الله يرحم الشهداء ويشفي المصابين ويرجع الناس المتضررة لبيوت آمنة يا رب. يسعد صباحكم. يسعد صباحك. بالبداية خلينا نحكي اليوم عن جمعية موزيك، موجودة منذ الحدث إلى الآن، أنتم بقلب الحدث. نحكي عن تواجدكم بمراكز الإيواء، يعني نحن بنعرف عم نحكي عن كارثة إنسانية كتير كبيرة، عن عدد متضررين كتير كبير، في جهود جبارة عم تقوم فيها الجمعيات اليوم، ونحن بهي المرحلة يعني كل السوريين عم يحاولوا يكون قد وحدة لتقديم المساعدات. خلينا نحكي ابتداء من عملكم ضمن مراكز الإيواء، كيف عم تكونوا موجودين، كيف بلشتوا بالشغل؟ هلا مثل ما ذكرتي حضرتك، يعني من زلزال 6 شباط يعني ضافرت كل الجهود، خلينا نقول الرسميه وغير الرسميه، جمعيات خيريه حتى الناس، يعني المجتمع المحلي كله، لا خلينا نشيل هالضرر عن الناس او نخفف منه. بعد الصدمه كانت هي الفزعه، الناس كلها عم تعطي طعمي، تشتغل بكل الاتجاهات بشكل عفوي وغير منظم. بدايه بموزيك نحن خلينا كل مراكزنا مراكز موزيك صارت مراكز ايواء، ومديناها بكل الدعم الطبي والاغاثي والغذائي، اللي هو خلينا كل شيء، حرامات، سلل غذائيه، فرشات، كل مستلزمات المراكز الايواء بحيث تكون يعني مريحة للناس. طبيا كمان كنا عم نشتغل، دائما عندنا فرقنا الطبية عم تتواجد بمراكز الإيواء. اليوم مرحلة الإدراك، مرحلة أنه نحن بلشنا نتنظم أكثر، موجودين مسؤولين عن 5 مراكز بموزيك بالرمل الجنوبي، عندنا 5 مراكز هلأ نحن مسؤولين عنها. إطعامة يعني أنت عم تحكي ب 3500 وجبة يوميا بمطبخنا التطوعي، ومراكز الإيواء كمان في مركز إيواء بسطامو كمان نحن مسؤولين عنه. طبعا برجع بعيد، نحن طبيا وإغاثيا وغذائيا مسؤولين عنه. نعم. فبكل الاتجاهات عم نشتغل. أكيد أستاذة إسرار، يعني أطلقتوا العديد من المبادرات اللي كانت موجودة من بداية طبعا دعمكم الإغاثي لطبعا كل المتضررين من الزلزال، جزء منها كان مشروع السنابل وأيضا مع اليونيسيف ومشاريع أخرى لدعم الأطفال، خلينا نحكي بالتفصيل عنه. مشروع سنابل هو مشروع بالشراكة مثل ما ذكرتي حضرتك مع منظمة اليونيسيف، برنامج تعليمي مبلش من قبل الزلزال، فنحن هلأ مكملين فيه بمراكز سنابل بالشهادات الإعدادية والثانوية وب10 مدارس باللاذقية، بالإضافة لأني بعد طبعا نحن مكملين بالمدارس جمعة وسبت عم نحاول نعوض الفاقد التعليمي. اليوم نحن كمان عم نشتغل صفوف تعليمية مستلمينا بمراكز الإيواء بالرمل الجنوبي وسطامو بنفس المراكز اللي قلنا، بينعطى فيه حصص تعويضية للمواد الأساسية الأربعة، العربي والرياضيات وعلوم وإنجليزي، يعني كل شعبة بتاخذ 3 مرات بالأسبوع 4 مواد، طبعا بنحاول نجمع مثلا صف أول مع الثاني، الثالث مع الرابع، بحيث نعوض أكبر قدر من الفاقد التعليمي. هاي نقطة كتير مهمة، اليوم كتير من الأهالي خسرت بيوتها وكتير من الأطفال للأسف يعني تغيبت عن المدارس بسبب الحادث، فمهم اليوم تركيز على هاي النقطة فعليا وتعويضهم تعليميا. كتير من الجمعيات فعليا عم تكون موجودة على الأرض بالتعاون مع الجهات الرسمية. خلينا نحكي عن الجانب الآخر وهو الجانب الطبي، وهي جزء كمان مهم، استمرارية العمل في الجانب الطبي، كيف عم تشتغلوا؟ في فرق طبية موجودة لكم ضمن مراكز الإيواء، وكمان بعتقد في فرق جوالة عم تكون؟ تماما، نحن عندنا فرق جوالة وعندنا 3 فرق طبية وعندنا نقطة طبية ثابتة. طبعا نحن بنقدم فحص طبي، أدوية، رعاية حامل، صحة إنجابية، إسعاف نفسي أولي، دعم نفسي اجتماعي، تثقيف صحي، طبعا كل هذا بالتنسيق وبالتعاون مع مديرية صحة اللاذقية وبدعم من منظمة اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية. يعني هذا خلينا نقول متابعين فيه من أول الزلزال لهلا ومستمرين بإذن الله، يعني طول ما فينا فرقنا جوالي عم تضل كمان شغالة غير الفرق الطبية الموجودة، ومثل ما ذكرت في نقطة طبية ثابتة عم نحاول، يعني في ناس عم نزلت تعرفي بالزلزال بدون أدويتها،
يعني نزلت من بيوتها، في ناس بتعاني من أمراض مزمنة بتحتاج نوع من الرعاية خاصة. في ناس في أطفال هلأ خلقوا يعني بعد الزلزال خلقوا، هذول كمان بدهم رعاية، حفاضات، حليب، يعني طبعا كله بحالة تنسيقية وتعاون مع كل الجهات اللي ذكرتها. يعني مشكورين على كل الجهود يلي عم تقوموا فيها. خلينا نقول كمان ونحن عم نحكي مع حضرتك عم نشوف بعض الصور من مشاركاتكم والأنشطة اللي عم تقوموا فيها، عم نشوف أنشطة تفاعلية للأطفال ضمن تمام. المراكز، قديه مهم هذا النوع، وخصوصا أنه يعني بهذا الوقت صعب أنه ينشرح للأطفال شو صار، ولكن تمام. أنا شوي شوي من خلال طريقة معينة ممكن يستوعب مع الوقت، لكن هلأ بحاجة لدعمه نفسيا بطريقة فعالة، فقد هي الأنشطة عم تشتغلوا عليها حاليا؟ تماما، يعني هذا الجانب اللي هلأ ذكرتيه هو أنا شايفته من أهم الجوانب بهي المرحلة. أنت صحيح. عندك أطفال تعرضوا هلأ اليوم بيعانوا من حالات هلع، بيعانوا من كثير قصص نفسية، اكتئاب، في أطفال طلعوا من تحت الأنقاض، في أطفال خلص صار أي شيء الأرض عم تهز تحتهم. فنحن كمان هذا الجانب كثير مهم، ومثل ما بتعرف حماية الطفل منظمة اليونيسف إن هي بتحميه من أي حدوث إساءة أو ممارسة غلط بحقه، فنحن دائما بنكون متواجدين من خلال فريق حماية كمان بالشراكة مع اليونيسف، نعمل أنشطة ترفيهية الأطفال يعني عم يطير عقلهم فيها، عم يكونوا كتير مبسوطين. عنا فريق طبعا حماية، عنا فريق طفولة مبكرة للأطفال اللي بيكونوا كتير صغار، كمان لهم فرق مدربة إن تتعامل معهم بشكل غير. طبعا هذا الحكي بلش من وقت اللي كانوا بالمشفى، يعني نحن اليوم في أطفال تعاملنا معهم كانوا موجودين مشفى الوطني ومشفى تشرين ومشفى جبلة، يعني حاولنا نتعامل معهم من هني بالإضافة للأطفال الموجودين بمراكز الإيواء. نحن طبعا اليوم بلش مكملين مع أطفالنا الموجودين بمراكز الإيواء المسؤولين عنا اللي هن خمس مراكز بالرمل الجنوبي بالإضافة للصامو. يعطيكم ألف عافية، جهود كبيرة عم تقوموا فيها، وفعليا هاي النشاطات كثير مهمة اليوم للأطفال اللي تعرضوا للصدمة، لتفريغ جميع الطاقات السلبية ليقدروا فعليا يخففوا من هول الصدمة على أنفسهم. خلينا نحكي بالختام، لوين مستمرين بنشاطاتكم وفعالياتكم؟ في خطة واضعين للاستمرار؟ يعني نحن عم نحكي ببداية الحدث كان الملف إغاثي، مساعدات إغاثية، عم ننتقل اليوم لدعم نفسي وطبي، أكيد في استمرار لهي النشاطات اللي عم تكون فيها. أكيد، وخلينا نقول نحن وعدنا الناس بموزايك، ونحن وكثير جهات، يعني نحن وكثير جمعيات، نحن وكثير جهات رسمية، وعدنا الناس إنه من مراكز الإيواء بإذن الله رح نحاول نخليهم ببيوت آمنة مثل ما بلشت حديثي مع حضرتك. نحن اليوم بالمرحلة الأصعب اللي هي مرحلة استئجار البيوت، عم ناخذ داتا من الناس، ورقة إخلاء، عم ناخذ دفتر العائلة مع صورة عن الهوية، عم نحاول، عندنا فريق بينزل على ميداني بيتواجد بمناطق، نحاول نأمن الناس بمناطق بتشبه مناطق أو قريبة عليها بحيث تكون البيت آمن، طابق أول، طابق أرضي، طابق ثاني يعني، وتكون البناية آمنة كليا. بعد التأكد من أنه البيت تعرض لضرر نستأجر لهم بيت جديد وندفع لمدة سنة. اليوم نحن بموزايك نحن كثير فخورين أنه سكننا أكثر من 60 عائلة حاليا، وقد ما اشتغلنا الوجع كثير كبير، الضرر كثير كبير، وكثير بدها هالجراح وقت لتندمل، بس يعني بإذن الله نحن مكملين. عندنا فريق تقييم بضل متابع مع هدول الناس اللي استأجرنا لهم بيوت أنه شو لازمهم، يعني منأمنهم مثلا بطارية، غاز، حاجات الأساسية ليرجعوا يوقفوا على رجليهم، بالإضافة للأشياء الإغاثية اللي هي مثلا فرش وحرامات وحتى غذائيا سلة غذائية، بالإضافة لأنه مثل ما قلت لك المطبخ التطوعي مستمر. اليوم نحن عم نطبخ أكثر من 3500 وجبة لمراكزنا بالرمل الجنوبي وبالصامو. يا رب الله يقدرنا انه نحن وغيرنا نرجع الناس او نرجع لهم جزء من اللي فقدوا. اكيد ان شاء الله. بدنا نشكركم كثير، كنتي معنا عبر الهاتف من محافظه اللاذقيه اسرار حداد، وانت المسؤوله الاعلاميه بجمعيه موزايك للاغاثه والتنميه. شكرا كثير لك ويعطيكم الف عافيه.